هل ممكن انوي صيام بنيتين، صيام 6 من شوال وقضاء اللي علي؟ افهموا يا جماعه الحته دي عشان الناس بتتلخبط فيها. الفرض بيتصام بنيه واحده، فحضرتك لو هتقضي اللي عليك في شوال خدي نيه القضاء، هتاخدي فوقيها من عند ربنا الستة من شوال. ليه؟ لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما قالش خد نية الستة من شوال. إحنا في شوال دلوقتي، النبي قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. أي ستة؟ كان بيقضي اللي عليه، كان فاطر عشان كان مسافر ولا عيان، بيصومهم نافلة، المهم إن يجوا في شوال. فإحنا لو بنقضي اللي علينا القضاء ده فرض، سواء كان الحيض أو المرض أو السفر، فاحنا هنقضي ولكن بنية القضاء. هتقوم انت واخد عليها من ربنا انها في شوال، فتاخد ثواب الستة من شوال لانك قضيت في شوال. فلان الناس مش بتفهم ساعات العلماء لما يشرحوا الحتة دي، فانت هتاخدي او انت هتاخد نية القضاء، واوتوماتيك هتقوم واخد ربنا هيديك ثواب الستة من شوال، لان النبي قال صوم في شوال وخلاص. فينفع بالنيتين، بس مش بالنيتين، بنية القضاء وربنا يديك الثواب بتاع الستة من شوال.